اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من حصه البلاد اليوم اذا اليوم الفاتح من ماي 2017 اليوم العالمي للعمال في حلقه اليوم نتحدث عن العامل الجزائري عن العمال الجزائريين عن العمل في الجزائر. هل فعلا العامل الجزائري يحترم قيم العمل؟ ماذا لو قارنا عمل العامل الجزائري مع عمل عمال في دول اخرى؟ نتحدث عن الانتاجيه، نتحدث عن احترام الوقت، نتحدث عن الالتزام بمبادئ وبتنظيمات العمل، لكن بالمقابل ايضا ينبغي ان نتحدث عن حقوق العامل الجزائري، هل فعلا العامل الجزائري يتلقى الدعم، يتلقى المعامله، يتلقى السياسات والبرامج التي تفيده وبالتالي تفيد انتاجه وتفيد الاقتصاد الوطني؟ نتحدث في جملة من هذه القضايا نتحدث أيضا عن تمثيل النقابي نتحدث عن سياسات العمل وعن برامج العمل والتشغيل في الجزائر عن احترام المجتمع الجزائري بصفة عامة للعمل وكيف ينظر إلى العامل لماذا ربما ننظر إلى العامل وخاصة العامل اليدوي بنظرة احتقار ربما ولماذا يقبل الشباب الجزائري على العمل في الإدارات ولا يعمل ربما في المصانع وفي الحقول وما إلى ذلك في حلقة اليوم نحاول أن نناقش هذه المواضيع ربما من زاوية عامل جاءنا من المصانع من مصانع رويبة المنطقة الصناعية رويبة وأيضا من أكاديمي البروفيسور فارس مسدور أهلا بك بيك وأيضا السيد رابح درة ممثل الاتحاد المحلي لرويبة التابع الاتحاد العام للعمال الجزائريين جيتيا أهلا بك مرحبا شكرا على أهلا قبل هذا وذاك اهنئكما البروفيسور مسدور السيد رابح درة وانا ايضا والمشاهدين الكرام وكل الطاقم التقني والصحفي في قناه البلاد بمناسبه عيد العمال نتمنى ان شاء الله يعود علينا عيد العمال بمزيد من المكتسبات العماليه أمين. وبمزيد أمين. من إن شاء الله. الواقع الافضل إن شاء, الله. ان شاء الله لكن ربما خلينا بروفيسور اول مره ربما لن ابدا بالعمل الاكاديمي نروح العامل ربما لي هو مش ظاهر دائما عندنا سيد ربح دره عيد العمال 1 ماي 2017 وانتم ونحن نحتفل بهذا العيد باي واقع باي حال عاد هذا العيد أه نشكركم على الاستضافة بدءا بذي بدء بسم الله الرحمن الرحيم بودي بهذه المناسبة أه. اللي هي مناسبة عيد العمال أو الماي هو عيد عالمي أه. للعمال بودي مدام حنا كاتحاد العام العمال الجزائريين الشعار نتاعنا هو التضامن أه. تضامن بين العمال والشعوب أنا نوجه تحية نضالية للشعب الفلسطيني الأبي ونوجه تحية تحية عرفان للمسجونين الفلسطينيين فعلاً المضربين الماء والملح نعم المضربين فعلاً عن طعام تحية كبيرة لهم كما نحيي كذلك الشعب العراقي والشعب السوري الشعب الليبي كل الشعوب هذه اللي ما هيش تتمتع ب نحن نتمتع في الجزائر يعني بأدنى حقوق, بأدنى حقوق الإنسان حتى حقوق... نشوفوا حقوق العمال آه نعم م. نعم قلت في هذا بهذه المناسبة نتوجه بهذه التحية لهذا العمال كامل على مستوى المعمورة وأخص بالذكر العمال الجزائريين كذلك اللي مازال يناضلوا من أجل أكل لقمة حلال في في على مستوى الشركات والمؤسسات نتاعهم لكن في المقابل هل هذا العامل راه يلقى المعامله باش يعيش العيشه الكريمه اللي راه يستنى فيها ويتمنى باش يعيشها هذا ما راح نتطرق ليه في هذا في هذا الحوار اللي كان سؤال ربما حتى نشوفوا يعني الواقعكم كعمال جزائريين في هذا العيد كيف؟ لو تلخصوا لنا يعني بسرعه والله, عام. والله احنا اليوم يعني احنا نحتفل بهذا اليوم العالمي للشغل واحنا نتالم ونتاسف يعني للوضع الاقتصادي اللي راهم يعيشوه يعني الشركات الوطنيه اه يعني قدره شرائيه منهاره اه يعني اه المورال تاع العمال يعني يعني متدني هابط باسكو ما راضيين بيان راضيين باسكو القدره الشرائيه منهاره والعامل يعمل وما يقدرش يعيش عيشه كريمه ف يعني ف وهو يعمل ويمد يعني ثمان سوايع في, في اليوم وما يعيشش وما يعيش المعيشه اللي يقيس العمل اللي, اللي راه يعمل فيه ما يعيش ما يعيش بهذيك 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 الدرجه يعني اللي باش حنا قارنونا الى نكملوا في هذا الاخر في هذا الحديث كاين قانون العمل اللي راه جاي مشروع قانون العمل اللي هو يعني فيه في فيه خطورات كبيره على 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 الحق النقابي على راح را في هذا ان شاء الله بالتفصيل إنه قانون العمل هو مهم جدا لكن خليني ننتقل بهذا السؤال الافتتاحي للبروفيسور فارس مسدور اذا تذمر عمالي واضح مما هو قائم وتخوف مما هو قادم نعم بسم <applause> الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أسك الصلاة والسلام أه الحديث عن واقع العمال في الجزائر هو حديث عن أه هضم لحقوق الناس. هضم لحقوق نعم. الناس حديث عن استغلال غير عقلاني وغير اخلاقي أه من جانب القطاع الخاص أه في نسبة معتبرة منه وليس في كل في كله لحقوق العمال ومنع الممارسة النقابية داخل هذا القطاع. وكأنها الممارسة الدكتاتورية المضادة للعمال نجدها في القطاع الخاص بشكل رهيب جدا وبأسوأ الممارسات في القطاع العمومي هناك نوع من المسايرة التي تحاول الحكومة بشكل أو بآخر أن تكسب وقتا وكأن هنالك لعبة ما بين الحكومة وما بين ممثلي العمال في بلادنا. نتكلم عن المستوى المركزي لاننا كنا نتحدث مع الاستاذ انه لم نرى ولم نسمع في العالم بان هنالك علاقه حميميه بين النقابه وما بين الحكومات. دائما هنالك نوع من ليس النزاع وانما الممارسه الديمقراطيه الحقيقيه التي تجعل النقابيين يطالبون باستمرار بحقوقهم دائما يطالبون يحققون دائماً دائماً. ويطالبون يحقق يكتسب ويطالب. ثم يزيد خطوة للأمام ولكن في المقابل يوجد العطاء يعني أنا أتكلم عن الآخر أتكلم عن الدول الغربية أتكلم حتى عن الدول العربية والحكومات تستجيب لحاجات عمالها وممثلي عمالها. تستجيب لانها مجبره على ان تستجيب والا ستتوقف عجله وعلى الانتصفيق. الاقل تحط برامج الاستجابه نعم م. فهنالك نوع من المطالبه وايضا اخذ الحقوق وتقديم الواجب عندنا في بلادنا تقدم الواجب وحقوقك تنتظرها منذ التسعينات بل اننا تخلصنا حتى من مكاسب كانت في التسعينات واردنا ان نرجع عليها وثم عليها منها التقاعد المسبق ربما يقول لك يا بروفيسور انه هذا من السوسيال الذي اضر بنا هذا طيب. الذي طيب. خلانا نروح أنا يعني, كلمة يعني. كلمة دائما الحكومه ت... يعني تمنح دائما الحكومه تساعد مشكلة. دائما الحكومه عاد تساهم عاد. هذا علمنا شيء مش مليح في طيب ثقافه شوك. العمل لو, هكذا لو, لو لو تدرس تاريخ الوقائع الاقتصاديه في الجزائر لاكتشفتها بانه فتره التسعينات كانت فتره عصيبه على على العامل الجزائري لماذا روح رحت قلبت القبل تم تسريح نصف مليون عامل في فتره التسعينات نتيجه اتفاقيه مع صندوق النقد الدولي الذي دمرنا وادخلنا في دوامه حرب اهليه الناس ما تتكلمش على أن صندوق النقد الدولي كان من اسباب ازمتنا الامنيه تخيل انسان كان خدام لباس به ما بين عشية وضحاها، نصف مليون من العمال يسرحون. طيب ماذا تنتظر من هؤلاء؟ انسان كانت عنده اللقمة نتاعو، أنت نحيتها له، وبسبب من؟ بسبب تدخل أجنبي. نتيجة مديونية تراكمت و و و و وأثرت فينا تأثيراً بالغاً إلى درجة وصلت خدمة الديون إلى عش يعني 95% مما يدخلونا. يعني تدخلك 10 مليار دولار. تخلص 9.5 مليار دولار خدمة للديون معناه أن هذا العامل دفع الثمن باهظا من حياته نحن نعرف عمال ذبحوا في مصانعهم نتيجة الإرهاب البغيض هؤلاء الناس يفترض أننا نكافئهم ولا نعاقبهم أسألك سؤالا عندما نتكلم على ماشي في الجزائر الحد الأدنى للأجور المضمون كم 18000 ألف دينار كم يعادل بالدولارات كم يعادل في السكوار يسوى 100 دولار وشويه لما لما يعني تحولوا للدولار ويعني مية وشوية. ويعني وتخبر هذا المبلغ لاي شخص اجنبي يقول لك واش هذه وجبه في هل مطعم يعني هل متواضع أنتم بلد متوسط هل انتم بلد يشبه البنغلاديش هل انتم بلد يشبه الواكادوغو؟ نحن بلد لدينا خيرات وثروات، هل يعقل ان العامل يعادل لحد الادنى الاجور ليس بالسعر الرسمي لانه ما يبيعوناش الدولارات حتى لما تجي تسافر للخارج يعطوا لك 135 دولار في احسن الاحوال نعم آه، آه، بروفيسور سيد رابح درة يقول لك ربما الحكومه رانا نخلصوكم ورانا نعملوكم ورانا نمدو بقدر ما تعملون بضاعتكم ردت اليكم واش تردوا احنا ننطلق دائما من الواقع يعني لو كان نولي واحد ثلاث شهور ولا أربعة أشهر إلى الوراء نجد هناك يعني تذمر في أوساط العمال على مستوى مصنع أس مجمع أس أن ذي وين أنا حضرت شخصيا في الجمعية عامة وين العمال وين الممثلين تاعهم طلبوا جمعية عامة للإدارة أروحوا فهمونا أنا نشهد نشهد على منظر شفته عامل بسيط بالطابلي تاعو بلو خرج من الورشه شد الميكرو تاعو يخاطب في رئيس المجمع قال له انا جيت صباح من دارنا باش نخدم نا. جيت باش نخدم جيت من دارنا الصباح باش نخدم انت يا جيت باش تخدمني الى قادر تخدمني راني يعني هنا باش نخدم ولا ماشي قادر تخدمني روح وخلي بلاستيك للي يقدر يجي يخدمني هنا يحب يقول باللي العامل الجزائري المسؤولية عنده لحق درجة من الوعي اللي بالك المسؤول ما راهش يظن باللي العامل هذاك راه واعي لهذيك الدرجة باش عامل بسيط في المؤسسة في الورشة يقول المدير مجمع إذا ماشي قادر تخدمني روح خلي اللي يجي قادر يخدمني صافي دير الخدام هنايا يحب يخدم يجي باش يخدم ويدي المقابل انا باش تقارني كما قارنا وزير العمل في مشكل تاع التقاعد النسبي قارنا بفرنسا قال راه 67 سنه حنا لو كان نشوف لا كورب دارج متاع لو تاع السن نشوفوا باللي احنا شباب طالعين وهما شيوخ وراهم في 67 سنه حنايا ما نقدرش نقارن باسكو ما عندناش لي ميم ما ليمام دوني باش نقارنو معاهم ولا تقارني بهم بفرنسا دير قا... بفرنسا اعطيني لو سنيق نتاع فرنسا برك اعطيني ال... برك لو الشوماج اعطيني لو نتاع العامل في فرنسا وخليني نخدم ما نزيد نطالبك بوالو المقابل تاع الشوماج تاع مثل ما قال لك <applause> البروفيسور راهو اضعاف مضاعفه تاع السميك تاعنا تاع العامل هو لما يرقد ما يخدم والو يعني مريح في داره وعايش يعني بكل رفاهيه إذن... عنده 600 اورو في الشهر آه. إذن اذا لا مجال للمقارنه شحال 1800 بالاورو يا ودي راهي قريب 9 ملايين إذن اذا لا مجال للمقارنه ما تقارنيش بحتى واحد انا في بلادي نخدم نستثمر في بلادي نخدم في بلادي ونطور الانتاج تاع بلادي انا نخدم اعطي المقابل خلصني مليح هنايا كاين اجانب بيجوا يخلصوا يخدموا نفس العامل كيما الجزائري هو يخلص 10 ملايين والجزائري يخلص من مليون و800 ألف دينار جزائري وين راه العدل كي وين المساواه كيفاش نخدموا كيف كيف كيفاش نخمموا كيف كيف كيفاش انايا نروح ندي لولادي كيفاش نقريهم كيفاش نكسيهم طيب. كيفاش نربيهم كيفاش ن... كيفاش ن... ما كاش ما يعني, يعني ما لا مجال للمقارنه العمل الجزائري مازال يحوس على ابسط الضروريات الاكتفاء الذاتي باش يعيش عيشه هني. هنيه هنيه بكرامه يعني باش ما ما ينزلش قدام حتى واحد والشهريه نتاعو تكفيه حتى تكمل له الشهر باش يروح يزيد يخلص ويعيش يعني يعني نعم نعم سي درا بروفيسور فارس مصدر يعني عمال بهذه المطالب مطالب اساسيه مطالب الحياه بادنى شروطها صح كيف نطالب منهم اننا ينبغي لكم أن تنوعوا الإنتاج، ينبغي لنا نزيدوا في الإنتاجية، ينبغي لنا أن ننوع الاقتصاد، ينبغي لنا أن نرفع من وتيرة الإنتاج وما إلى ذلك، كيف نطلب؟ إذا كانت هما مطالبهم خبز وماء وضروريات بسيطة. نعم، والله يشوف كتب العلماء في الروح المعنوية للعامل. <applause> الروح المعنوية هي جزء لا يتجزأ من هو هابط، يعني هذه أيه. أول شيء. هذه الدراسات. دراسات، دراسات <applause> علمية تأكد بأنه إذا كانت الروح المعنوية للعامل نازلة. اعلم بان هذا سينعكس سلبا على الطاقه الانتاجيه وسينعكس سلبا على ادائه في المصنع او في, في مقر عمله وسينعكس سلبا على مردوديه الوحده الانتاجيه. معناه كلما نزلت معنويات العمال كلما كان العطاء اقل. وتلقى باللي منحنى المردوديه ين ينخفض عاما بعد عام. اذا لم اقول يوما بعد يوم، هذا الجانب. وبالتالي انت مطالب بان ترفع من روحهم المعنويه احيانا أنت... هم لا يحتاجون الى الماديات ولكن يحتاجون الى لي يعني ان تقدر ان تقدر ليس ماديا فقط ان تقدر... حتى قولياً قولي. نعم. نعم يعني تخيل ان داخل مؤسسه يكون كاين آه يعني تكريم لاحسن عامل قدم خدمه عظيمه لمؤسسته هذه ما نسمعوش بها في مؤسستنا العمومية وما نسمع بها في مؤسستنا الخاصة ولكننا نسمع بها عند الآخرين يحطوا اللافتة نتاعو الصورة نتاعو بلافتة كبيرة والمؤسسة كلها تشكر فلان بن فلان لماذا؟ لأنه قدم الخدمة الفلانية لمؤسسته هنا يحس بالانتماء طيب الآخر يقول أنا كل ما فعلت سيعاملونني مثل ما عاملوه ولذلك أخي علي أنت مطالب الآن باعاده النظر حتى في العلاقه ما بين المسؤول وما بين العامل لانه في مؤسستنا الوطنيه العلاقه ما بين المسؤول وما بين العامل هي العلاقه الدكتاتوريه. انه المدير يدير تكريم باش يكرم نفسه. نعم 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 ولا في فئه من العمال من اجل ان 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 يتوددوا اليه لكن في المقابل يفترض ان الذي يجب ان يكرم داخل المؤسسه والعامل العامل. طيب كيف يكرم؟ يكرم بمثل هذه الممارسات التي نراها بسيطة لكنها عظيمة عنده. يعني تخيل أن إنسان كبر العكس سن التقاعد ليس نسبيا وإنما التقاعد الحقيقي الكامل. هذا الإنسان في يوم تقاعده في يوم تقاعده والناس داخلين صباحا تنزل لافدة عليها صورته ومؤسسة الفلانية تشكرك على أداء نسألو سيد الر على هذه المظاهر، صراحة عندكم؟ يعني عامل بذل جهد كبير يكرم عامل خارج التقاعد يكرم بهذه الطريقه ترى يعني في المنطقه الصناعيه تاع العامل يتكرم ولكن ليس بهذه الطريقه العامل يتكرم لما يروح يعني للتقاعد يعني بـ بليكوتيزاسيون تاع العمال آه. اشتراكات تاع العمال يليموا باش يديروا يعني الاداره ي... ما عندها حتى يديروا له حفله ويشروا له لي باش يكرموه باش يخرج لترات هذا هذا التضامن روح تضامنية بين العمال في المنطقه الصناعيه موجوده ولكن ليست الاداره هي اللي تدير هذا هذا هذ المبادره تقوم بها المبادره هذه اصحاب العمل يعني لو مثلا تجيب الاداره اكيد انه زملائه عندهم قيمه عنده لكن لما جب الاداره على الاقل يحس بان هذه المؤسسه لم تهضم حقه وعلى الاقل انها تقدر ما قام به هذا يعني نورمالمون نورمال يكونوا يعني تقاليد نعم نعم يعني هذه من شيم من شيم الجزائريين نورمالمون يكرموا الانسان كعلي يقدم خدمه لا لا يعاقب ولما يدير شيء مليح أي عقاب يعاقبوه العقاب اللي ينسيه في النهار اللي زاد فيه اللي يدخل فيه يخدم في الشركه هذيك مكان زاد فيه عاملا خويا علي انا نعطيك نعطيك صوره انظر انظر الى ام بي دي جي رئيس مدير عام لمؤسسه يابانيه يدخل صباحا كوكب اليابان شقيق نعم نعم يدخل صباحا يمارس رياضة الضحك مع عماله وموظفيه يا حبيبي عشر دقائق أو خمس دقائق رياضة ضحك قبل ما يبدأ العمل قبل ما يدخل وقت العمل لا يعني قبل وقت العمل يبدأ العمل على ثمانية في, في الجزائر في الجزائر تشناف المسؤول هو, جزء هو جزء من ثقافة العمل عليه. التشناف المعروف على على المسؤول الجزائري في المؤسسة الوطنية أو في أي مؤسسة أخرى أنه مشنف على لأنه سياسة التشناف هذه تعطيه بالنسبه له ويظن بانه تعطيه الهيبه ما بين العمال وان هذا التجناف وهذه الخشانه وهذه القباحة هي التي تجعل العمال يخافون منه وهو لا يعلم بان هذا عنده اثر رجعي سلبي على اداء عماله نهار اللي تكون يخدموا نهار اللي ما تكونش ما يخدموش وبالتالي هم ينتقمون منك ليس الولاء يعني العاطفي ليس يعني فرق ما بين ان نكون في مؤسستنا موظفين وعمال عائله. انت كمسؤول جزء لا يتجزا مني بس وانا كعامل مني يعني, يعني لو انه ما يسببلكش حرج هذا السؤال اخر مره شفتهم يبتسموا. والله مسؤولين يبتسموا لما يكون يعني مناسبات يعني اللي اللي تكون ليهم يعني ماشي للعمال. ليهم. ماشي للعمال للعمال. يبتسموا يبتسموا ليهم يعني. يعني, 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 يعني تخيل تخلي خويا انه انه هذا هو جزء لا يتجزا من ديننا. ابتسامة في وجه اخيك صدقة على بالك هذه الابتسامة تعطيك طاقة آه لا تحس بها انت ولكنك تجد اثرها في آه في العمل نهار اللي تتلاقى مع الناس اصحاب احبابك واصحابك صباحا العمال كذا م. يفرحوا يد يعني يتالفوا بيناتهم والله العظيم البداية تكون بداية في الذروة الجانب الاخر يعني نحن لدينا ممارسات في ديننا في ديننا يفترض انه هي التي تقودنا في مؤسساتنا اعطيك مثال الكلمه الطيبه صدقه طيب هذا العامل ولا هذا القائد لمجموعه عماليه تجيه رساله من الاداره اننا نت... اننا نشكرك ونقدر جهدك على اساس انك زرعت في هؤلاء العمال طاقه انتاجيه لم نكن ننتظرها من قبل تخيل أنه هذا وش يخليه فيه يخليه يضاعف جهده من أجل أن يزرع فعلا في# ما كان ماديات خويا عليه هذا بدون المادة بدون المادة بدون المادة تزرع في طاقة إنتاجية نعم. عجيبة سي رابح در الرسائل اللي توصلكم أنتم من أي نوع فيها أنواع أنك تقدم نشاط إيجابي ولا لازم نكرموك وينبغي أن تحترم أم أنه التحق بالإدارة راه وصلنا عليك تقرير وراهم محفرو لك وراه بك وما إلى ذلك شوف يا أخي الوقت اللي يعني الدرجة اللي لحقنا لها يعني في, في, في الشركات الوطنية الجزائرية العمومية الخاصة استاذ حدث ولا حرج اضربها في 10 اضربها في 100 يعني وما ما, ما, تتقلقش يعني, يعني. آه، نقابيين مم. نقابيين ممثلين العمال اللي هما نورمالمون يكونوا يعني وسيط بين الاداره والعامل هما اللي رايحين يعني, يعني يعني يوثقوا يعني الرباط بين الاداره والعمال ولو هما يتعاقبوا ويدوا دي سانكسيون عقوبات يعني اربيترار آه، يعني تحكيميه بغير قانون بغير ولو وما كاش يعني ما كاش تروح تروح تروح, تروح، تمشي بالقانون احنا في الاتحاد العام للعمال الجزائريين على مستوى الاتحاد المحلي لرويبا نعمله بالقانون هذه في كوريا الشماليه أس... مصراتش نقابي يعاقب بسبب عمله النقابي آه آه. نراسل نراسل هذاك الم... المسؤول هذاك ونذكره بالارقام تاع المواد والقوانين قال قال الماده 54 من القانون 90 14 تمنع باش تعاقب النقابي حتى تبعث للهيئه نتاعو الهيئه نتاعو هو يعاقبه تروح تروح تشارع تروح تروح لدار مبعثك تروح تشارع وتروح للشرع باسكو بالك يلحق للطرد يلحق للاخر وما يستجبش هذاك المسؤول ما يستجبش ومن بعد تيك يعني لا يحترمون حتى العداله لا يحترمون العداله ومن بعد هذاك هذيك لازم تطبق تديها عن طريق عن طريق آه المحضر القضائي باش تطبق الاخر من بعد يخلصوا هذاك العام منين ما يخلصوش من هذاك المسؤول اللي يعني آه تعسف في, في استخدام, تعسف في استخدام القانون, القانون. وعفسه على القانون واه. ماشي استخدام عفس القانون ما يخلصهمش من جيبو يخلصهم من ميزانيه الشركه هذاك شنو هذه خساره شكون يحاسبوا عليها؟ اش ما يتحاسبش عليها لأ... لو كان المسؤول يتحاسب على هذه يولي يدير ألف حساب باش يظلم نقابي ولا يظلم عمل ولا يتعدى على القوانين. اما فيما يخص هذا فيما يخص المؤسسات الوطنيه اما فيما يخص المؤسسات الخاصه <applause> احنا شفنا في الثلاثيه الاخيره داروا اتفاقيه باللي هذا الخواص رايحين يمتثلوا للقانون الجزائري نعم يديروا النقابات على مستوى المؤسسات نتاعهم يعني اكثر من 19 اجتماع تاع الثلاثيه وهم يعلمون بانهم لا يمتثلون القانون ويقعدوا معاه في الكرسي <applause> يقعدوا معهم في الكرسي لحد يطالبونه بتنفيذ القانون الذي هو لا يعترف به اصلا لحد الان ما توجدش نقابات على مستوى المؤسسات <تصفيق> الخاصه ممنوع <applause> تدخل مؤسسه خاصه وعلاش قلنا تخدمك تخدم تخدم في دارك راك تخدم في الدوله الجزائريه وتخضع بلمزيتك القوانين الجمهوريه الجزائريه كاين كاين اسسنا فرع نقابي في مؤسسه خاصه العمال يعني تجندوا باسكو كانت حقره ما لا مثيل لها ما قدروش يعني يتحملوا هذيك الدرجه الحقره درنا لهم جمعيه عامه في الاتحاد المحلي تاع تاع رويبه ويوم عطله بالسبت حنا يسمح لنا القانون آه. ودرنا لهم جمعيه عامه ودرنا لهم الانتخاب في الاتحاد المحلي ودرنا فرع النقابي نتاعنا ايبا سمعنا من بعد الفرع النقابي كامل هذاك راح ليسونسي حاوزهم لي حد الان دل... مازال ما رجعهمش يخدموا ما. ويستعملوا النفوذ طيب باسكو طيب. 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 كل واحد عنده انا دلوقتي. أزيد لك ملاحظه فقط قبل ما نروح على بالك باللي الاغلبيه في في القطاع الخاص يصرحوا عمالهم بالحد الادنى للاجور حتى واذا كان لديه مستوى معين من من الكفاءه ويعطي له في لونفلوب لا ديفيرونس الفرق ما بين يعني ما يصرح عليها في التقاعد يصرح عليها وما يصرح واثرها واثرها انظر اثرها في التقاعد يعني الصن... صندوق التقاعد حقيقه نعطيك من... حقيقه الراجل كان يتقاضى مثلا 9 ملايين جزء يصرح به وهو الجزء الادنى الباقي يعطى في لونفلوب في الظرف البريد يعني قضية يا عمال الجزائر اتحدوا يا عمال الجزائر استيقظوا والله ي... خلينا نروح الفاصل ثم نعود مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا اهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا اذا موضوعنا اليوم هو حول عيد العمال واقع العمال الجزائريين افاق العمال في الجزائر نناقش هذا الموضوع بكل تفرعاته وتشعباته رفقة كل من البروفيسور فارس مسدور استاذ الاقتصاد بجامعة البوليد اهلا بك بروفيسور مرة اخرى وايضا السيد رابح دره ممثل الاتحاد المحلي لرويبة التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين اهلا بك سيد أهلا. دره مرة اخرى أه. بروفيسور فارس مسدور لو ابدأ معك اذا تكلم لنا سيد دره في الجزء الاول حول أهلا. انه نزاعات العمل دائما ما تكون في غير صالح العامل صح. على الاقل ربما انه العداله تحكم بشيء لكن التنفيذ فيه تماطل صح. فيه تاخير نعم. يضر بمصلحه العامل يضر بمصلحه الشركه م. هل حان الوقت حتى نعيد النظر في تنظيم نزاعات العمل في الجزائر صح. والله شوف اخي علي ما دمنا دلنا في الرياضه دلنا المحكمه الرياضية. <applause> ويفترض ان المحاكم الان تكون محاكم متخصصه لماذا <applause> حتى نتجنب التماطل والتعطل الموجود في محاكمنا نتيجه ملفات كثيرة والتخصص مليح على الاقل يكون عندنا قضاة متخصصين وعندهم قاضي متخصص في قوانين العمل هذا امر ممتاز جدا على حتى لا تجرؤ مؤسسه خاصه انها تطرد العمال لانهم اسسوا نقابه عماليه يعني تخيل ممارسه دستوريه اللي يسمع بها القانون الدستور يعني الجزائري وقوانين العمل يعني. نعم وي وي ويعفس على الدستور الجزائري ويعفس على قوانين العمل الجزائريه فلذلك لابد ان يكون هنالك تخصص في المحاكم الجزائريه فننشئ المحاكم العماليه لماذا لان المحاكم العماليه تتناول سريعا القضايا العماليه وتفصل فيها وتجبر المؤسسات على ان تخضع بقوه القانون، هذه واحد، الامر الثاني عندما يكون هنالك مطالب عماليه يمكن ان يلجاوا الى المحكمه العماليه لاثباتها. اما اذا لجاوا الى المحكمه العاديه فان الامر سيطول وستضيع حقوق العمال مع 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 مرور الزمن. ويضطر القاضي انه يكيف هذا بارك, بارك. واحيانا يقول لك يحكم بعدم الاختصاص. فتبدا انت من جديد من جديد من الصفر وتبحث عن محكمتين اخرى عندنا مفتشيات العمل بروفيسور مفتشيات العمل ترفع التقارير مفتشيه العمل يمكن ان تكون الناصح الامين للمحكمه يمكن ان تكون خبير المحكمه اما بالنسبه ل تعلم ولا تحكم نعم م. تنقل بامانه وبصدق ما يعانيه العامل او الاخطاء التي ارتكبها العامل. كاين تجارب يعني في دول اخرى حول بالطبع طبعاً الناس في العالم كلها لجاوا الى التخصص في القضاء. يعني ما بقاش القضاء الذي يحكم في كل المحامات شيء. عنده تخصص تاع محامي العمل. نعم محامي العمال نعم. م. وبالتالي الان الان مثلا تلقى محامين معروفين في الجزائر في العقاري مثلا ولا في الاسري. معروف متميز ومتحكم فلذلك عندما تكون لدينا محاكم متخصصة انت تقلل الضغط على المحكمه عوض مثلا باش القاضي يكون عنده ألف ملف في اليوم لما لا يكون لديه عشر ملفات ويحكم فيها بدقه لا متناهيه واننا نعطي الوقت لسماع الاطراف جميع الاطراف نعم سيد ربح دري انتم لما يكون لكم نزاع عمالي معين تخافوا شوية أنكم تروحوا للمحاكم العدالة لأن الإجراءات قد تطول لأنه فيه تعقيدات وتعقيدات عدم وجود يعني جهة قضائية مختصة بهذا النوع من النزاعات يصعب عليكم شوي المهمة على الأقل نفسيا ما تحمسوش أنكم ترفعوا مطالبكم والله يعني الميدان خلانا يعني نقولوا كما يقول المثل الفرنسي أن موفي <applause> أرانجمون ميو كان بون بروسي بعض المرات نختصروا الطريق نخلو شويه من حقنا وباش ما نروحوش المحكمه وما نروحوش مفتشيه العمل. وتضطروا انكم تديروا يعني اتفاقيات نروحو يعني غالبا ما تكونش في الضرار ولكن لما يتحتم علينا الامر باش نمشي للعداله لازم علينا نفوت على مفتشيه العمل. مفتشيه العمل ماشي بالضروره يعني راح تلقى البيبان مفتوحين وتلقى ولو انه مفتشيه العمل هي يعني يعني مديوره باش يعني تنور العمل هذاك بالقوانين تاع العمال وقوانين العمل وقوانين الاخر باش يعني هذاك مفتش العمل يعاون العمل نورمالمون يكون في عون العمل حتى نلقاو يعني بعض المرات صعوبات حتى في مفتشيه العمل ونلقاو صعوبات ولكن مفتش العمل واش يدير شغل يعني تروح عندو دير الشكوى هو يدير انفيتاسيون لرب العامل باش يجي يتلاقي وديروا الصلح رب العامل اذا كان ديرها القروني ما يجيش وعلى بالو باللي ما الاخر ما يروح هذه عادة رب العمل ما يحضرش ما يحضرش ما يحضرش لجلسه الصلح عند مفتشية العامل زوج خطرات ما يحضرش المفتش العامل يعطي لك بي في الورقه باش ما عدم الصلح عدم الصلح تروح به للدار الشرع للمحكمة باش يعني ترفض قضية آه يعني قضية عند في المحكمة على رب العمل ومن بعد ذلك تقدر تستنى عندك أربع شهور عندك خمس شهور عندك سبع شهور عندك عام عندك عامين والله أعلم وقتاش أنا الفكرة اللي جا بها الأستاذ يعني محكمة يعني متخصصة في العمل يعني هذا يعني شيء راح يعني يقلص مدة دراسه الملفات وراح يكون في صالح العمال بيان سور ولكن انا نقول باللي استديرمان في المحاكم هذه الخاصه ولا المتخصصه لازم يطبقوا القانون على ارباب العمل رب العمل كي ما يخلصش هو من يجيب يتخلص من الشركه هذاك مونكا غاني للشركه هذيك ما علاش يتصرف بها هو وعرف يكون كاين يكون كاين دقه دقه لا متناهيه في دراسه الملفات يعني هذا القاضي يكون متخصصا في قوانين العمل يعرف كل صغيره وكبيره وبالتالي لا ياتي هذا رب العمل ويحاول ان يتحايل على القضاء ليس له اي مجهل اذا حب يتحايل عند المحامي عنده الجهات مثلا مفتشيه العمل التي تساعد القضاء على ان ان يقدم قرارا متوافقا تماما مع قوانين الجمهوريه وبالتالي لا يضع حق العامل نعم ثم أخي, 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 اخي علي اخي, علي أخي علي الفتره هذيك اللي من الذي يدفع ثمنها؟ يدفع ثمنها العامل وعائلته يعني اذا كان هذا العامل يحبسوا له الاجر نتاعو تخيل يحبسوا الاجر ثمان اشهر تخيل يحبسوا له عامين تخيل نعرف انا قضايا عندهم سنوات للان دوش الحقوق نتاعهم وهذا أن محامي المؤسسة هو الذي يتوهه بالإجراءات المعطلة وعني العقاب أين يكون العقاب يكون بربح الوقت يقولون تدرت هكذا الآن نجرعوك المرارة تاع المعيشة ونوري لك الويل ونكركروك نعم يكسر نعم. لك ويخلي نعم. وتروح المحكمة العليا وعاود يولي من بدا بداية الأمر وهكذا نعم ربما هذه قضية مهمة لكن من القضايا الأخرى المهمة بروفيسور فارس مسدور قضية التقاعد النسبي نعم إلغاء التقاعد النسبي هل هو حل أم مشكل؟ مازال الجدل مازال الكلام مازال زال كثير الكثير والله هذه نكسة 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 في الجزائر أبناش. لا هو نكسة لأنه التقاعد النسبي كان مكسبا عماليا تم التراجع عنه بل تحريض جميع الأطراف حكومة وأحيانا حتى نقابة مركزية والنقابات الأخرى التي سارت في أما النقابات المستقلة التي دافعت وما زالت تدافع عن عن حق العامل في التقاعد المسبق هذه تعتبر من الناس الذين قالوا لا نريد أن نتراجع هذا مكسب عمالي كيف تتنحي لي حاجة اكتسبتها وتقول لي لا يعني <applause> نعم انت ترجعني الى الوراء يفترض اننا نسير الى الامام طيب حل التقاعد المسبق انا اعطيت عدد من الحلول قلت لما لا يكون لدينا اقتطاعات اختياريه من العامل ذاته لكي نلتقى هو يشري التقاعد المسبق نتاعو لماذا لا يشتريه الان يقتطع من من اجورنا من اجورنا ما يعادل التقاعد المسبق وهم يعني عزموا على على توقيفه ما زال الان يقتطعوا طيب لماذا تقتطعون ما دمتم تنوون حقا ان تتوقفوا عن التقاعد المسبق؟ ما زين لك من الاجر نتاعك. اليس هذا يعتبر اجحافا واعتداء على حق العامل؟ لذلك انا وش قلت؟ قلت يترك للعمال ان يؤسسوا تعاضديات عماليه تقاعديه نسبيه مسبقه. وانا اشترك في تعاضديتي. انا حر حنا في إحنا. حنا, حنا في وبالتالي عندما يكون لدينا هذه التعاضديات التي نشترك فيها بمحض ارادتنا يكون لدينا الحق في التقاعد المسبق معليش انتم لديكم السلطه والقوه ان تمنعوا افعلوا ما شئتم لكن لا تمنعونا من ان نتشارك فيما بيننا من اجل ان نبني مستقبل اولادنا سير عبد واش رايك في هذه التعاضديات ممكن تتحقق يعني عماليا يعني احنا نشوف الاقتطاع هذا تاع التقاعد النسبي هاو من ديور يعني من 96 ونحن نديروا اقتطاعات للتقاعد دا. النسبي اقتطاعات موجوده والقانون موجود وعلاش نتراجع عليه لازم نشوف الاسباب هما قالوا الاسباب اللي صندوق التقاعد فرغ راح يولي عاجز ما يقدرش يسدد معاشات تاع المتقاعدين احنا برهنا بالادله خبراء مدوا ارقام باللي هذا 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 شيء ما كاش منه لو كان نحوسوا على عجز تاع صندوق المعاشات نلقاوه وين راه العجز هذا ومنين جا انهم استغلوا تلك و... الاموال في اشياء اخرى المصدر نروحوا للمصدر نروحوا لا سورس علاش نروح نجيب نجيب العامل علاش نروح للعامل لع... مباشره ونخلي يعني لا سورس دي بروبليم احنا <تصفح> كاين عندنا قريب 5 ملايين عامل غير مصرح به هذا نستمون كا غاني لا كاس دو روتريت هذا نروح للقطاع الخاص ونقول له ح... صرحوا صرحوا لاكاس دو روتريت كاين في القطاع الخاص اللي ما ما يديكلاريش مي ما يصرحش بحقيقه الأجل. الاجر نتاع العمال نتاعو وكي يبقاو له خمس سنين باش يخرج لا روتريت يديروا باللي يخلص 25 مليون باش يخلص بلا روتريت يخلص 20 مليون هذه سرقه من من لاكاس دو روتريت والدوله على بالهم على بالهم بهذه الممارسات يعرفوا هذه الممارسات من الصندوق تاع المعاشات تاع التقاعد يخلصوا بهم يمدوا 40 مليار دينار سنويا تاع الادراك مدوا آه خلصوا تاع الدفاع الذاتي خلصوهم من صندوق المعاشات هما ما كانوش مشتركين في صندوق المعاشات علاش تخلصهم من صندوق المعاشات خلصهم يعني من الخزينه تاع الدوله يعني يحل المشكل بانشاء مشكل اخر وعلاش تنقص لي انت بتقول لي الصندوق عاجز الصندوق ماشي عاجز <applause> نعم ربما هذه مطالب عملية واضحه سيد رابح دراب لكن اليوم في يوم 1 ماي 2017 نشوفوا النقابات المستقله يعني كما يقولوا دايره حاله مسيرات تجمعات في العديد من ولايات الوطن لكن الاتحاد العام للعمال الجزائريين لا يزال يمارس تلك التجمعات المركزيه الفولكلورية والحديث عن انجازات وما حققه العامل، يعني بين خطاب نقابي واضح وبين خطاب لا نستطيع ان نقول عنه انه نقابي، هذا اقل شيء. اخي علي ما الذي يحصل في الاتحاد العام للعمال انا الجزائريين؟ هنا امثل الاتحاد المحلي لرويبه لكنكم تابعون اليه؟ تابع الاتحاد نعم. العام العمال الجزائريين، انا لا اتكلم باسم المركزيه النقابيه. انا نـ 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 يعني القاعديه النقابيه انا ادعوك باش تجي الاتحاد المحلي للرويبر واحد المنطقه الصناعيه نتاع ونجيب لك الاطارات النقابيه حنايا خرجنا قبل ما يخرجوا النقابات المستقله ودرنا تجمع كبير في رويبا ضد هذا سحب قانون التقاعد المركزيه النقابيه احنا نعبر على راي على راينا احنا مازلنا ندير احنا مناضلين نقابيين مازلنا نناضل ومازال ما قطعناش لياس باش هذا القانون ما يتنحاش يبقى مازلنا نناضل وعمال مدورين للنضال احنا رانا نناضل بالك المركزيه اليوم راهي راهي مشات في هذا في هذا الاخر دوام الحلم والمحال بالك يعاود يتكاكا ويشوف القاعده النضاليه القاعده العماليه تضغط على المسؤولين المركزيين ربما يدوروا ربما الحكومه بالك تعاود تاخذ قرارات واحده اخرى صحح نعم. صح حنا نعمل انها تصحح مقبل ما مقبل ما الامين العام تاع الاتحاد العام للعمال الجزائريين في تجمع وين كانت الصحافه حاضره المكتوبه والمرئيه قال لهم اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد كل واحد يتحمل المسؤوليه يكونوا انزلاقات كل واحد يتحمل المسؤوليه نتاعو احنا المسؤوليه نتاعنا خذيناها وحملناها وما نتهربوش من المسؤوليه نتاعنا وكل لواحد اخر يتحمل المسؤوليه نتاعو بروفيسور فارس مسدور التمثيل النقابي العمالي في الجزائر اي واقع عندنا الاتحاد اتحاد العام العمال الجزائريين يقول لك سنديكا تاع الدوله وكاين نقابات مستقله اين نحن انا سميت الزواج غير الشرعي ما بين نقابات العمال عن اقصد المركزية وما بين الحكومة، يعني مم. لم أرى صداقة أنا ما بين النقابات العمالية في العالم وما بين الحكومات، دائما هنالك المفروض بمنطق توني جيري نعم، المشقة ليس من أجل النزاع، مم. وإنما من... من صالح العمال، لصالح العمال لأنه لا يعقل لا أن يكون هنالك توافق ما بين ممثلي العمال وما والحكومات، ما بين ممثلي العمال والقطاع الخاص، لا يعقل، لا يعقل، أن تكون هنالك صداقة في اطار العمل انا اقصد في اطار العمل صداقه خارج اطار العمل ماهوش مشكل لكن ان نتعاشق أن داخل الثلاثيات بالكلام الجميل و... و... وغيره والناس تتحقق في ارباح طائله في الاقتصاد الوطني تاخذ ولا تعطي القطاع الخاص في الجزائر ياخذ ولا يعطي يريد هل من مزيد هل من مزيد المزيد عنده امتيازات جبائيه وشبه جبائيه امتيازات جمركيه امتيازات ماليه مصرفيه داروا القرض السندي بي بي باموال الامه، باموال الامه، باموال البنوك يشري السندات ثم يخرجوا له قانون انه له الحق ان ياخذ تلك السندات باش يدي قروض اكبر من القروض التي اعطاها للدوله. معناها لعبه ما بين شرذمه من الناس وما بين الحكومه، معناه انه يعني صار عشق ممنوع بين النقابة العشق الممنوع ما بين النقابه والحكومه واقصد لوجيتيه والحكومه او النقابات المواليه لانه عيب وعار في العالم انه يسمعوا بك باللي انت نقابه مواليه عيب عيب يعني هل اللي جفار عليه انه كان يصادق الحكومه لم يكن يصادق الحكومه انما كان يطالب ويطالب بنا على انه ما يحسب على النقابات المستقله انها تختار مواعيد سياسيه واحيانا خطاباتها ما نفرقوش بين الخطاب النقابي والخطاب السياسي والله يشوف هكذا انا, أنا في هذا هذا الموضوع لا يستغل شوفوا العمل وكانها حزبيه احيانا شوف علي انا جاءني انسان يقول لي والله العظيم لقد هددونا هددونا بمناصبنا اذا لم نذهب مثلا الى 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 بعض الممارسات السياسيه لماذا؟ لماذا تهدد العامل تقول له حرك النهار وندير لك ونعمل لك لا يجوز لا يجوز هذا وبالتالي نحن نتكلم عن استقلاليه البوليتيك تاع العامل عيشه الله يرضى عليك نفرق ما بين السياسه وما بين العمل النقابي مم. العمل النقابي هو عمل مبني على اسس اجتماعيه على اسس اقتصاديه على اسس تقنيه محضه بينما العمل السياسي فيه كل شيء السياسه من ساس يسوس سوسه سو سو فهي كسوسة ربي بعد علينا سوس نقطه اخيره ربما حتى لا نهملها عندك ارقام بروفيسور فارس مصدر مصدر انا ليس وانا بالعاده وانا ان احضر الاوراق فعلا وانا متشوق انك تطلعنا عليها حول قضيه العامل الجزائري احترامه للوقت التفياس في الادارات وفي المصانع وفي الشركات الجزائري المؤسسات الجزائريه والمؤسسات الجزائريه يا ريتك يعني تعطينا نظره شوف ما أنا, انا عندما يتعلق الامر بالارقام اصارحك انني لم انم اليوم امس حتى بعد صلاه الفجر هذا يعني مشكور عليه يعني نعم هذه ارقام مخيفه جدا يعني تخيلوا انه بربع ساعة عمل <applause> نضيعها نضيعها يوميا يضيعها العامل الجزائري عدد العمال في الجزائر حسب التصريحات الرسميه 10 آه تقريبا 6 مليون عامل في <applause> القطاع الخاص في القطاع العمومي في المتعاق المتعاقدين المهم كلها كلها عندنا 10 فصل قريب 6 يعني 595 الف نعم <applause> طيب هؤلاء لو يضيعون ربع ساعه في اليوم <applause> ربع ساعه ربع <applause> <applause> ساعه كل واحد يوم يضيع ربع ساعه ان كاردور <applause> فاننا نضيع 2.6 مليون ساعه في اليوم ونضيع 331 الف يوم في اليوم يعني ما يعادل الان هذا كي نحولها الى ايام عمل الى ساعات عمل ثم الى ايام تقريبا عمل. سنه عمل 331 الف يوم اذا ضربناها في عدد ايام السنه لانه عدد عندنا شهرين على الاقل ما يخدموش الناس الكونجي نتاعهم ولي طيب عندنا نعم عندنا 79 مليون يوم نضيعه في السنه بربع سنه بربع ساعة يعني في عام كامل نتيجه تاخر الناس عن عملها او تفيسها او الامور التي نمارسها فاننا نضيع في السنه نتاخر نتاخر يوميا 79 مليون سنه 79 ارقام فلكيه هذه معنى فوق كل هذا وذاك القيمه نتاعها يعني معني... معنويا وماديا يعادل هذا 10346 منصب شغل طول 32 سنه يعني كامل جيل نعم هذا كي تضربوا في نصف ساعه لو اننا نضيع نصف ساعه فاننا نضيع ألف منصب شغل وقيمة المال قيمة النقدية التي نضيعها الهدر المالي نتيجة ربع ساعة فإننا نضيع 310 مليار سنتيم كل عام تخيل 310 مليار هي اجر 10000 عامل طول 32 عام. اهلكنا التفياس يا بروفيسور. نعم. اهلكنا. نعم. وبالتالي انت ترى بان قيمه الع... الزمن في الاسلام قيمه عظيمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ي... ي... يزيد يؤكد ان الانسان لا تزول قدمه يوم القيامه حتى يسال عن ثلاث من بينها عن وقته. وقتي نعم فيما افناه سيد رابح دره التفياس شفت اربع ساعه فقط شحال رانا نضيعه من جهد من مال من امكانيات من امور كثيره يعني في النهايه نكونوا واضحين شحال يعني في مؤسساتنا نضيعه يعني والله العظيم يومي يعني. والله العظيم يعني 79 مليون يوم في السنه 79 مليون يوم. مليون يوم و 331 سنه باش نصحح 79 مليون يوم بان كاردور دو روتار ولا ان كاردور دو تفياس يعادله <applause> 331 الف عندنا فرق وعندنا الروتار وعندنا التفياس وعندنا امور اخرى عليه 331 الف سنه والله هذه الممارسات يعني هي على كل حال مره او وضع مر واقع يعني مر لكن ما نحملوش المسؤوليه للعمال انا نحمل أنا عمال انا نحمل انا نحمل انا نحمل إن المسؤوليه للمسير انا ما نحملش المسؤوليه للعمال باسكو العمال عنده مسير عنده مسؤول عليه هذاك المسؤول تاعه لو كان خدم خدمته يعني باش ما نروحوش يعني العمل في الطبقه يعني السفلى <applause> الطبقه السفلى يعني العامل بسيط <applause> لانه العمل يعني عمل منظم لازم يكون منظم لازم تكون هناك يعني يعني ادوات يعني تضبط تضبط العمل العمل وقيت العمل وكلش درك حنايا الى المسؤول واللي هو عامل في اخر المطاف استدير كامل كلنا مسؤولين كلنا مسؤولين ماشي العمل البسيط هو اللي مسؤول على هذا هدر الوقت في في في, في العمل وكاين حاجه اخرى سيد ربح دره انه نحن كمجتمع جزائري نحتقر العمل اليدوي نحبوا كاع نخدموا في ادارات يعني نلبسوا يعني كوستيمات نريحوا خلف المكاتب كليماتيزي الحاله وما نحبوش العمل اليدوي ما نحبوش العمل مثلا في المنشات البناء ما نحبوش في في الحقول في الامور الفلاحيه والزراعيه يعني هذا الشيء يعني واش اللي تقول فيه يعني صحيح ولكن ماشي بدرجه يعني كبيره باسكو انت ربما تتحدث على على الجزائر العاصمه لو كان تروح يعني ال يعني في الانتريور دو بيي الاماكن الداخليه نستخدم تخدم الناس تخدم الناس يعني شباب تلقاهم يخدموا في الفلاحه يخدموا في الزراعه يخدموا يخدموا في, 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 في يعني في, في اماكن يعني اللي الشباب تاع العاصمه يعني ما يقدرش يخدمها انت تخصص العاصمه ولكن العاصمه ليست الجزائر انا نقول باللي الشاب, الشاب الجزائري لو كان يلقى حقه ما يضيعش ما يحقروهش في حقه يعطولوا يخلصوه ما يعيش عيشة كريمة كما كنا في الأول يخدم العمل الجزائري البعض يخدم وعلاش اسمح لي يا أستاذ اسمح لي يا أستاذ هذا الشاب كي يروح لفرنسا ولا يروح لإسبانيا ولا نعم. يرح يخدم يروح يجي ينحي العنب يروح يخدم بلونجور لا تتم المشكل ما يعني المشكل, المشكل هنا أنه في مطعم يعني نعم. راهي وهنا يخلي يخلي الحقل تاع باباه ما يخدموش حتى السؤال هنا يطرح أيضا لا 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 لو كان هنا ثقافة الآن رزقها في عقول شبابنا لانه الانسان يخدم في الفلاحه ولا يخدم بلومبي ولا يخدم حتى وأقل هذا اقل درجه هذا اقل درجه في المجتمع وعلما بان هذه الحرف بدات تندثر ويفترض اننا نعيد الاعتبار لها كاين احصاءات رسميه تبين بان هذه في هذا في هذا كما قلت لي على الرصاصين لا وعلى لي انا نقول نشوفوا يعني لو كان تروحوا تشوفوا مراكز التكوين, التكوين المهني, المهني. نعم. تلقاهم فارغين نعم. ما كانش الناس يعني. شباب شباب اسمح لي استاذ مم. ما مش يروحوا المراكز التكوين المهني وعلاش قلت لهم بلونساج نعم ما انا باش نروح نجيب حرفه نخدم بها حياتي كامل نروح نلونسج يعطيوا لي فوركون نروح نبيعو ونهرب بالخارج نقطة مهمة لازم عليها هذه سياسات سياسة خاطئة شوف السياسة الشعبوية م. سياسة مكافحة البطالة الشعبوية م. هي التي أوصلتنا إلى هذا الوضع الذي الذي نراه عندنا 600 الف مؤسسة أنا قلت لهم 600 الف مؤسسة قل ألف كأف ألف كأف لماذا م. لأنها لم تقدم شيئا للاقتصاد الوطني هذه المؤسسات تصدر خارج قطاع المحروقات ومشتقات 700 مليون دولار يعني لم تصل حتى الى مليار دولار لو كان زيدوا بعض المشتقات ممكن تلحق الواحد مليار دولار فاصل اثنين ولكنها ضعيفة جدا متى ترى أثر هذه المؤسسات في مكافحة البطالة في تحقيق قيمة مضافة الاقتصاد الوطني عندما ترى أثرها في القطاع التصديري حتى أيضا بروفيسور أنه حتى المواطن الجزائري أو الشاب الجزائري يحب ثاني ما يحبش التعب يحب يكون اجون سيكوريتي في الليل يجي معاه فراشه ويجيب, ويجيب المطرح ويجيب المخده وبالتالي هذه ثقافه عززت في هذا الشعب يعني تخيل ان الوزير الاول في خطاب امام الشباب يقول له روح دير لونساج روح تتزوج هذا خطاب خطير جدا هذا مدمر لقوه العمل، مدمر للطاقه العماليه. يعني تخيل ان عدد النساء العاملات في الجزائر نسبتهن معتبره، يعني لا يمكن ان تتكلم الاحصاءات على انه يوجد عندنا 1.9 مليون عامله. يعني قلنا زوج ملايين من العاملات. طيب انا بالنسبه للنساء العاملات، نعطيك مثال 20% يعني 20%، نعطيك مثال، نقول لك هؤلاء العاملات يمكن انها تشتغل هي وزوجها، طيب في زوج خارج الدار، من يربي الابناء؟ من يقوم بالعائلة لماذا لم نضع قوانين تعطي هذه المرأة الحق في أن تشتغل نصف يوم نصف يوم الثاني نستغلوه لشاب نعطوه عوض الروبيتر عوض عقود مرأة وت... تعلمت وتكونت وأحيانا يعني تكون الأكاديمي أخ... أفضل بكثير من الرجل نصف يوم نصف يوم هذا بمحض إرادته قال أنا نشتغل أنا وزوجي علاه نخدم انا من ثمانية للربعة وندخل الدار على ستة وزوجي نفس الشيء يدخل هذاك الوقت من لهؤلاء الأبناء أنا ترى بأن هنالك نوع من التسيب الذي حدث في المجتمع ما كانش اللي يربي أولادنا هل نربي أولادنا في, في دور الحضارة أنت الوقت يعني في جملة بسيطة ما المطلوب نعم. حتى نرقي العامل والعمل وقيمة العمل في الجزائر في جملة نعم أن نعود لقيمة العمل في الإسلام ونرسخها في عقول عمالنا ببساطة السيد نعم. سيد ربح در الناطول. مش لازم مش لازم للعامل الجزائري باش يولي نعم. يخدم باش يولي يعرق باش يولي يكون فخور بعمله ما يدخلش في مشاكل آه وصراعات آه خارجه عن اطار العمل العمل الجزائري خدمه وعطي له حقه نعم ما تحقروش يدير المعجزات ثلاثي المقدس نعم اشكركم جزيل الشكر العفو وعيد عمال سعيد مره اخرى بارك لك لوفيك. سيد ربح دره لك البروفيسور فارس مسدور شكرا الجميع الله. لعمال قناه البلاد لجميع العمال الجزائريين لجميع عمال العالم يا عمال العالم اتحدوا ان شاء الله يكون اتحاد عمالي قوي في في صالح العمل وفي صالح العمال نعم. اشكركم جزيل الشكر مشاهدينا الكرام الشكر موصول لكم ايضا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته